قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن والله ما داري من اي حاجه من الناس، لا داري منك قروش، لا داري منك صفقه، لا داري منك قريش، لا داري منك تعريفه، داري انك انت تكون عبد لله، ما تكون عبد للشيخ. في مشكله؟ كلامنا فيه مشكله؟ لا ما في مشكله يا ناس. داري انك تكون عبد لله، سجدت لله براو، ركعت لله براو، دعيت يا الله مرتي 10 سنه ما ولدت تدينا الجنه. ده يقول لك نتكلم فيه ولا ما نتكلم فيه؟ يقول لك لا يا مولانا ما تغتاب. طيب انت ديلك كيف جازو؟ الدنيا تجوز لك والدين ما يجوز لك؟ الدنيا عندك اعظم من الدين؟ فلا بد يا اخوان الناس تفهم المعلومه دي. زول داري يجي يضللنا في ديننا، وزول داري يجي يكذب علينا في الدين، البي ونجاتنا يوم القيامه. نحن ما نكشف للناس ونرضى في دنيانا اللي بتمشي وتجي؟ فلا بد يا اخواننا الناس تعرف المعلومه دي، وتعرف انه الدين اغلى ما يملك الانسان، وانك اذا افلحت وانجحت في العقيده ستنجح في جميع الاعمال. فالرجل ده خلاصه كلامه، وانا سمعت اشرطه التسجيلات حقته، داير الناس يخلوا الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى ويشركوا بالله ويكفروا بالله، دي خلاصته. ما في حاجه بس ده الموضوع كله، ما عنده أي موضوع غير الموضوع ده. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والناس اللي بيزعلهم شنو؟ يا جماعة يا ناس يا عقلاء يا ناس يا طيبين، نحن ما عندنا مشكلة شخصية ولا قبلية مع فلان ولا علان، نحن مشكلتنا قلنا للناس أدعو الله براو، الله عنده كل حاجة والله اللي بيديك براو. وديل قالوا لا، قالوا شيوخنا مشتركين مع الله. دي المشكلة، فهمتوا المشكلة؟ هي دي المشكلة كلها، ما في شيء ثاني. أنا إحنا جايين نبين للناس الله قال والرسول قال، فلان غلط بنقول يا أخواننا فلان غلط وخالف كلامه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن بلغت عمامته عنان السماء. ده دين ربنا سبحانه وتعالى كده، دين الله لابد الناس تبقى واضحة فيه. نحن دايرينك تعب وظل براو. حصل قلنا لكم نادوا ابن تيمية يستغيث به؟ حصل يا ناس؟ ما حصل. حصل قلنا لكم نادى أبو هريرة من دون الله رضي الله عنه؟ ما حصل يا ناس. حصل قلنا لكم أعبدوا ابن الغيم؟ ما حصل. لكن ديل قال لكم أعبدوا غير الله. أديك دليل، أودي الكتب. قال بناديهم، بناديهم في كل قضية بناديهم، ما مش الله بنادي الشيوخ حقنا، بناديهم. أنا داير الزول العاقل يحكم بيناتنا يا جماعة. زول داري ورطك، ما أي زول قال الرسول قال معناه كلامه صح، لا، في ناس قاعدين يكذبوا، لابد تعرفهم، تعرفهم عشان لما يجي يكذب عليك بحديث باطل باطل تقوم تبعد منه وتعرف الشر وتنجي يوم القيامة. أما لو أي زول بيقول لك كلام بتسمعه أنت بتتورط. الشرك تقول ده الله والإله، لكن فلان ده برضه ندعوه مع الله، نستغيث به، نتوكل عليه، نحلف به، نستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله، ده الشرك يا ناس. وربنا جاوب في الآية دي ورانا الشرك شنو؟ واحد جاي يغش أنا ساكت؟ فلا بد يا أخواننا الناس تفهم. والكلام ده لما نجي نقوله نحن والله ما بنتكلم عن أهل الغرية دي، لكن نحن بنقول إنه في زول جاي يضلل المسلمين، لابد نكشفه للناس ولابد نوري الناس الحقائق. ليه الناس بتكذب؟ يكذب على الناس، وكل ما يجيب لك كذبه يقول للناس صلوا على النبي، زيدوا صلاه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل العبادات، لكن انت محتال. في شيخ في بشر بيقلب لي بيت ولد؟ اهو ده لا انا اسمعك له، وقالوا في الجامع بيقلب ولد بيت ولد، قال وقال مستعيد ناظر، جينا قام هرب. تناظر شنو انت؟ ولذلك يا اخواننا خلاصه الغلو، داير السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة تتبع كلام الله، تتبع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. المفترض
كان يكون في يعني مناظرة مع رجل ما من غريتكم جاي من برا، هو الحمد لله ما منكم، اسمه أوهاج. ف وهو وافق براو ذات، والله أنا ولا بعرفه ذاته ولا حصل شفته إلا لما رسلوا لي المحاضرات بتاعته، حضرتها وفرغتها وفرقت فرقت الباطل والضلال فيها. فهو أبا يجي رفضي وكده، ونحن ما عندنا مشكلة، احنا ما جينا نشاكل زول يا جماعة، ولا جينا نضارب زول، ولا جينا نشتم زول، والله ربنا يشهد، نحن جينا نبين الحق من الباطل. جزا الله خيرا الإخوة القائمين على أمر هذه المحاضرة، الشيخ عبد الله وإخوانه ومن معه، على هذا الترحيب الحار. ونحن لا نشكرهم فقط على أنهم هيئوا لنا المكان وجابوا الساونات وجابوا لنا الموية الباردة وجابوا لنا الفرشات والكراسي، وإن كان ده يستحق عليه الشكر، لكن الشيء الفرحنا أكثر من كده إنهم فتحوا لنا باب الدعوة ورحبوا لنا بباب الدعوة للتوحيد، وده ما أي زول بيفتحه، فدي الرجالة هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لكم ويزيدكم، والحمد لله نحن جايين واثقين أن أهل هذه القرية الطيبة المباركة إنما نريد أن نتذاكر معهم من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن نعلم تماما أن من يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، زي ما بيّن الأخ قبل شوية جزاه الله خير، أن هذه القرية فيها حفظة لكتاب الله تبارك وتعالى من سنين قديمة، فنحن نوقن يا أخواننا أن الإنسان اللي بيتبع كلام الله سبحانه وتعالى ويتبع القرآن ده الزول اللي بيفلح في الدنيا والآخرة، وده الزول اللي ما بيحب اللولوة، دائما الزول اللي بتلقاه متبع القرآن متبع كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده إنسان ما بيحب يلف ويدور، بيحب الحق العديل، لأن القرآن الكريم نزل بالحق. ربنا قال: وبالحق أنزلناه. وبالحق شنو نزل؟ ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الحق. ربنا قال: ذلك بأن الله هو شنو؟ هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أنا إن شاء الله ما متحدث أصلا، لكن بختصر كلامي في نقاط. النقطة الأولى إنه أهم قضية ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وربنا سبحانه وتعالى جابنا في الدنيا دي عشانه، إنه نعبد ربنا سبحانه وتعالى براه. وين الكلام ده؟ في القرآن. ربنا قال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل، ربنا عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول. الآية دي معناها إن ربنا ما رسل رسول إلا بمهمة واحدة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لشنو؟ للعبادة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أكمل البشر وخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كان رادف معاذ بن جبل على حمار يقال له عفير، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وجاء أيضا من رواية أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار
يقال له عفير ومعاذ خلفه أي ابن جبل، فقال له يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. ودائما ده المؤمن، المؤمن يا أخواننا إنه مما يدل آية أو يدل حديث بيقول شنو؟ بيقول شنو يا أخوان؟ سمعنا وأطعنا. مهما تجيب كلام ناس، فلان قال وعلان قال وفلان سوى وفلان طلع وفلان دخل، ده ما بهمنا. نحن اللي بهمنا قال الله وقال من؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان راكب مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار يقال له عفير، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع، الصحابي بخش ما بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما يأشروا عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ما كان بيتميز عليهم بحاجة، وكان بيردف على الدابة لا كان بيعمل له سرير براو ولا تبروقة براو، ولا كان بمد إيده للناس يبوسوا له ولا يعصروا له كرعينه، مع إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وكان بيستحق عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة ما كان بيعملها، ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرضى. وده فيه رسالة للناس اللي بيتكبروا على خلق الله. في بشر تلقاهم باسم دين أو باسم شيوخ لا تلقاه بيقعد مع الناس في أكل، ولا تلقاه بيمشي مع ناس، ولا بيركبوا معه زول، تلقاه متعالي ومتعاظم على الخلق وعلى كثير من خلق الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا. لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لخلق الله له ما نركب الآن من العربات في الزمن ذاك، ولا ما كان عصر ربنا مش كان بيجيب له برادو في زمن أبو جهل، برادو يتقوش بها أبو جهل لما يمرق له مصارينه برا، مش كان حاب يحصل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليه ربنا ما جاب له الحاجات دي؟ تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، عرفتها؟ قال فقال يا معاذ قال قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ حق ربنا سبحانه وتعالى علينا جنو. الآن لو في زول انت شلت منه متر من الزراعة بتاعته، ولا شلت منه بهيمة من المراح بتاعه، أول حاجة كان ما فلقك وضاربك وجا بيتك وجا زراعتك وجا تجارتك وجا مالك، بيمشي يفتح فيك بلاغات ويفرج فيك الأمة كلها، لأنه طين أو قروش في النهاية دي كلها دنيا، أنت بتموت والشال بموت والمال بينتهي كله بينتهي. ده حق ربنا سبحانه وتعالى، والحق ده أوعى بني آدم يغشك فوقه، ده حق الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أو تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق قال ده من يا أخوانا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. في زول ثاني يا أخوانا أكمل منه؟ في زول ثاني أكمل منه؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نحن بنقول زي ما قال الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تكلموا بنتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك وري الناس الخير توري الناس الخير. قال لك في زول بيضلل للمسلمين اكشفوا للناس وقول الزول ده قال كده وكلامه باطل بالآيات والأحاديث، تبين الحال بتاعه زي ما قال منه، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لو نحن أطعنا الرسول عليه الصلاة والسلام بندخل الجنة، أما لو عملنا جماعات وأحزاب وطرق وقعدنا نلف وندور ونكذب على بعضنا بنتورط. وين؟ في صورة الفرغان، ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه. والله أي زول داري عادي التوحيد اللي هو حق الله زي ما قال الرسول، والله ده لا كلام جماعة ولا نحن تابعين لجماعة ولا لحزب ولا نازلين انتخابات ولا فاضل لأي حزب ولا جماعة، كله تحت كرعنا. فهمت أنت؟ أن احنا جايين نبين للناس الله قال والرسول قال، فلان غلط بنقول يا أخواننا فلان غلط وخالف كلامه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإن بلغت عمامته عنان السماء.
ده دين ربنا سبحانه وتعالى كده، دين الله لابد الناس تبقى واضحة فيه. ربنا قال، ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه، في ناس يوم القيامة قال لك ده المشهد بتاعهم، زول بياكل يدينه. هسي انت لما يفوتك امر قول لك اخ سنة دي لو زرعتها لا كان يكون حاجة عجيبة، خلاص ممكن الموسم الجاي تزرع، لكن الورطة يوم القيامة تاني ما فيها موسم جاي، موسم واحد بس، فهمت؟ ربنا قال ويوم يعض، وهنا انت بتعدي اصبعك ده بياكل ايده كلها. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، كل اماني فارغه وفاشله وما بتتحقق، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريت انا اتخذت طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، ما عملت لي طريقه ثانيه، ما عملت لي طريقه ثانيه، باريت طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب المنعك ده ما السؤال، شوف الآيات دي بتناقش الكلام ده بقوة، كيف المنعك إنك تباري وتتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو المانع؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. السادة ديل في الدنيا والكبراء في الدين، أو كما قال ابن كثير رحمه الله، في ناس بيقول لك اسمع الشيخ ده وعد فيكم تنده في الشدائد، الشيخ ده لو جاتك اي حاجه تمسك فوقه، ويقول لك الايات دي تخليها، قال بيقول لك الكلام ده مصيره شنو؟ في الفرغان. ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. الذكر اللي هو شنو يا أخواننا؟ القرآن. قال الزول ده خلاني أضل عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكية رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين يضلون عن القرآن، والبضل عن القرآن مصير شنو؟ ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة شنو يا أخواننا؟ ركزوا معي بإجاي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة شنو؟ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولذلك يا أخواننا خلاصة الغلو، داير السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة تتبع كلام الله، تتبع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، الطريق الصح اللي انت ماشي فوقه فيه عوارض، الله قال كده يا أخي. ربنا قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، ربنا قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ليه؟ لأنه في قطع طرق. ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك شنو؟ ها؟ هاديا ونصيرا. يا أخواننا في ناس بيقفوا ليك في طريق الحق ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، قال هذا صراط الله، عمل له خط عديل، بعد ذلك قام عمل له خطوط بالجنبات رسمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. والشيطان ده يا اخواننا ما الا يبقى عنده قرون عيونه حمر، فهمت؟ ومن خشمه بيمرق دخان ولونه كيف؟ لا لا ما الا كده، ممكن يكون قاعد معاك في البيت يكون شيطان. ليه شيطان؟ لانه داري يحرفك عن الطريق المستقيم. الطريق المستقيم والكتاب والسنه. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله، يعني البنادي مع الله، اللي بيقول يا فلان، اللي بيقول يا سيدي الشيخ، طيب ده حكم شنو؟
لا أنا أتكلم ولا ذاك يتكلم، الله اللي يتكلم. ربنا قال ومن يدعو في سورة المؤمنون آخر آيتين، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآيات دي معناتها إنك لو دعيت مخلوق من دون الله سبحانه وتعالى، ولو كان من الصالحين ولو من الأنبياء والمرسلين ولو كان من الملائكة ولو كان من الشياطين أو غيره، ما دام مخلوق لو دعيته مع الله يوم القيامة بيكفر بعبادتك وبعاديك يوم القيامة بعاديك. شوف عيسى عليه السلام النصارى عبدوا اللي بيركبوا صليب ديل، بينادوا عيسى في الشدائد وبيندهوا ولو دايرين الولد بيمشوا له إلى آخر. ربنا قال في سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فدي أخواننا دي من الأمور المهمة، إن التوحيد ده عنده أعداء، ناس بيجيبوا لك شبهات ويجيبوا لك أحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالها، النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن العلماء ديل حفظوا بحفظ الله حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس بيكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، زول داري ورطك، ما أي زول قال الرسول قال معناه كلامه صح، لا، في ناس قاعدين يكذبوا لابد تعرفهم، تعرفهم عشان لما يجي يكذب عليك بحديث باطل باطل تقوم تبعد منه وتعرف الشر وتنجي يوم القيامة. أما لو أي زول بيقول لك كلام بتسمعه أنت بتتورط. فلا بد يا أخواننا المسلم يكون حصيف، وده علم بيقروا في الآن في الجامعات وفي غيره، والعلماء من زمان البخاري ومسلم عارفين الموضوع ده، فهمت؟ من الأمور المهمة برضو يا أخواننا، من الأمور المهمة إنه النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن دعاة الضلالة، كما في حديث ابن ماجة من رواية ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. زول إمام بتاع ضلالة بيضلل الناس ويكذب عليهم والناس بيتبعوه في ضلالته دي وينحرفوا عن الصراط المستقيم، ده لابد تجيبه تبين للناس باطله. والعلماء الكلام ده أخواننا في ناس بيعتبروه يقول لك يا زول ده كلامك إنت، لا ده ما كلامي أنا، خليني ولا تسمع كلامي ذاته، أمشي راجع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي لما تكلم عن الناس اللي بيضللوا الناس في الدين. في ناس بيقول لك يا مولانا دي غيبة، طيب الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن عليه واحد، استأذن داري خش البيت، الحديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها، قال فقال ائذنوا له دخلوا يعني بئس أخو العشيرة، زول ده كعب لكن أذنوا له وهو ما كان سامع. في مسلم بيقول الرسول بيغتاب، ها؟ طيب ده نسميه شنو؟ ده نسميه نصيحة ولا كيف يا أخوان؟ عشان كده فاطمة بنت قيس رضي الله عنها صحابية جليلة قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، دارين يتزوجوا لي، يتزوجوني، يتقدموا لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك ما معناه بلغتنا نحن يا أخوان، معناه شنو؟ فقير يعني. وأما أبو الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه
وفي رواية كان كثير السفر أو ضراب للنساء، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في صحابيين كانوا شين أخواننا، كانوا ما في شين. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سألوه في أمر من الأمور التي تستوجب النصيحة لابد تقول فيها الحق، عرفت؟ والكلام ده ذكره الإمام النووي في كتاب الأذكار أيضا وكتاب رياض الصالحين، وده من علماء الأمة، وذكروا أيضا في كتاب صحيح مسلم ذكر الكلام ده. وقام النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الصحابيين دل وكانوا ما في شين. العلماء قالوا إذا جازت هذه الغيبة اللي هي النصيحة في أمر الزواج، لأنه ممكن الزول يتزوج والزوج يطلع فاشل ويطلقوه بالمحكمة وتتزوج لها زوج صالح، لكن إذا الإنسان تكلم بدين باطل أو حرف الدين بتاع المسلمين وفي زول شال العقيدة دي ومات عليها، ده حيمشي وين؟ فالعلماء قالوا الكلام في الناس اللي بيضللوا في الدين ديل أولى من الكلام في شنو يا أخواننا؟ الكلام في الزواج. هسي الليلة الناس تلقاهم قاعدين يطعنوا في لعبة الكورة، يطعنوا في الفنانين، يطعنوا في غيره في غيره. ما في زول بيقول لي زول دي غيبة، مما تجي تقول للناس زول امشي السوق اسمع دار اشتري لي سلطة، قل لك شفت دار زول داك اوعى تشتري السلطة بتاعته، ده بخلي بعد ما السلطة تبور يمشي يشتريها بتكون فيها واحدة طماطم معفنة وجرجير منتهي، اوعك تشتري منه. الزول ده سمع كلامك يقول لك لا، طيب دي ما غيبة، يقول لك لا لا يا اخي ما ممكن اخليه ياكل السلطة دي عشان يجيه تسمم. ايوه كويس، طيب انا دار اشتري لي جلابية، يقول لك ايوه داك بيجيب قماش اصلي لكن سعره غالي، وداك القماش بتاعه قماش صيني وبيشرط منك في غسلتين بس، وداك القماش بتاعه قماش جايبه من وين، وداك يتكلم فيهم كلهم. يا زول دي ما غيبة، يقول لك هاي لكن ما برضو انت لابد تشتري جلابية تقعد معك كم سنة، يعني بتجوز في الجلابية، يقول لك هاي صح. طيب انا دار اشتري لي خروف، يقول لك والله زول ده خرفان وكلها تعبان، ما تشوف الخروف كده فهمت، ده بيأكل الخرفان شنو وبيجيك سرطان وكده ما تشتري منه. ايوه بجوز، يقول لك بجوز يا زول لانه الضحيه فيها شروط وكده. ايوه تمام. طيب يا زول ده اخواننا بقول للناس نادوا غير الله والاولياء بالحقوق في الشدائد، ويا ود بدر من الفقر وفي السيرة بقى في الغنى، الحمد لله ربنا يمكن يكون عافاكم من المسائل دي. في السيرة يقول لك يا بشرة ان شاء الله راجل مره لتموت مشركة وبايرة، فهمت؟ ده يقول لك نتكلم فيه ولا ما نتكلم فيه؟ يقول لك لا يا مولانا ما تغتاب. طيب انت ديلك كيف جازوا؟ الدنيا تجوز لك والدين ما يجوز لك؟ الدنيا عندك اعظم من الدين؟ فلا بد يا اخوان الناس تفهم المعلومة دي. زول داري يجي يضللنا في ديننا، وزول داري يجي يكذب علينا في الدين البي ونجاتنا يوم القيامة، نحن ما نكشف للناس ونرضى في دنيانا اللي بتمشي وتجي؟ فلا بد يا اخواننا الناس تعرف المعلومه دي وتعرف انه الدين اغلى ما يملك الانسان، وانك اذا افلحت وانجحت في العقيده ستنجح في جميع الاعمال. يا اخ ربنا قال لي افضل البشر رسول الله، انا اختم بالنقطه دي، صلى الله عليه وسلم في سوره الزمر ربنا قال قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. العلماء قالوا يحبط أي يبطل ويفسد، يعني الصلاة والحج والصيام وصلة الأرحام وبر الوالدين والتصدق والنفق على المساكين، ولو أنت بتحفظ الناس القرآن لو أشركت بالله دي كل الأعمال دي بتبقى هباء منثورة. وده الخطاب لمنو؟ الخطاب لأفضل البشر الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين،
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وربنا ذكر 18 نبي في سورة الأنعام، ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ده نمرة واحد، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ديل 18 ربنا قال ما ديل براهم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. ربنا قال 18 ديل 18 ما زيانا، أنا ناس مساكين ساكت. ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عشان أخواننا زول ما ينوم على العسل، يتخيل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الجهاد في سبيل الله والدعوة وكذا، كان بيدعو في مسند الإمام أحمد يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيأمن على نفسه، ما كان وهو مبرأ. شوف الأنبياء كلهم معصومين من المعاصي والشرك، معصومين منا، الأنبياء كلهم معصومين. بعد ده شوف إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما كان بيأمنوا على نفسهم، لأنه الليلة في ناس بيجوك يجي يقول لك لا شرك في أمة محمد ماف. نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها تشرك بالله، ده ما في، لكن كون جزء من الأمة تقع في الشرك ده ثابت بأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة في البخاري في كتاب الفتن، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. قال أبو هريرة دراوي الحديث ذاته، وذو الخلصة ده أبو هريرة من قبيلة اسمها دوس، من قبيلة اسمها دوس. القبيلة دي زمان في الجاهلية بتعبد واحد اسمه ذو الخلصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة إنه الساعة ما حتقوم لغاية ما قبيلة دوس ترجع لذي الخلصة. أبو هريرة قال وذو الخلصة طاغية دوس الذي كانوا يعبدون في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي اليد المتكلم أمة الرسول عليه الصلاة والسلام الأصنام، لكن ما كلهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما أخاف أن تشركوا بعدي. ابن حجر في فتح الباري شرح الحديث ده، ابن حجر من العلماء الكبار، ده الحديث كان بيحفظه في 3 مرات بس، عشان ما يجيك واحد يغشك. في ناس بتغشوا بالعمة، يقول لك يا سلام الشيخ ده والله عمته كبيرة يا زول. العمة دي ما مقياس. ابن حجر زمان، ابن حجر ده كتبه لو جبت اللي بتاع العمة ده قلت له شيله في ظهرك ساي ما بيقدر يشيله، كتبه من راسه. 25 سنة بيشرح في البخاري، 25 سنة. المقدمة بتاعت الكتاب ساي فيها 5 سنة بس، مقدمة الكتاب بس، عشان يقول لك الكتاب ده تستفيد منه، تعمل كده وانا عملت ده كده 5 سنة. قال معنى الحديث لا اخاف عليكم ان تشركوا بعدي، قال معناه واحد من الاثنين. المعنى الاول اللي ذكرناه انه الامه كلها ما بتقع في الشرك، لكن بعض الامه بيقعوا، ده نمره واحد. المعنى الثاني انه الحديث ده خاص بالصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابه لا اخاف عليكم ان تشركوا بعدي. اما نحن الامه تلقى زول معلق له حجاب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد قال من علق تميمة فقد أشرك. وزول تلقاه معلقه، هذا عمل شنو؟ ده عمل شنو؟ فلا بد يا أخواننا الناس تفهم. والكلام ده لما نجي نقوله نحن والله ما بنتكلم عن أهل الغرية دي، لكن نحن بنقول إنه في زول جاي يضلل المسلمين، لابد نكشفه للناس، ولابد نوري الناس الحقائق.
فهمت؟ وإن شاء الله الحقائق حتجيك متوالية ومتتالية، وما بنفتري على زول، كلامنا كله بالحجة والدليل. والزول الدائر يناقشنا في كلامنا ده حباب ألف، أما أهل القرية دي لأهلنا نحن، ونحن لو ما نزلنا عندنا أخونا عبد الله أي زول من القرية دي واسغين تماما إنه بيفتح لنا بيته، فهمت؟ عشان ما في ناس يجي يكذبوا على الناس ويجي يقول لهم الناس زي الجو ينبذوكم، لا والله والله نحن نثق فوقهم إنهم يرحبوا بينا كما رحب بنا أهل هذه الدار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وأن يزيدكم. وأقدم إن شاء الله لو في أسئلة تكون بعد كلمة الشيخ الشيخ مزمل، فليتفضل الشيخ مجزيا مشكور.